عبد الرزاق الساخي رئيس اتحاد المهنيين التكليين المغاربه. اولا كنشكر ازول بريس على المتابعه الاعلاميه وهذا شرف تواجد مثل هذا الاعلام بمدينه اكادير. كان الحفل بمستوى عالي، تم زياره الوفد سيده وزيره السياحه والسيد الوالي للمدينة، وكان لهم الشرف يمروا من المعرض الفني الكبير اللي حضروا فيه فنانين وطنيين في أعلى مستوى، يعني شرفونا في الغالغي وسمينا لو جور دو غالغي، وهذا شيء جميل باش يكون مثل هذه الزيارات، وحنا جد سعداء باش يكون الفن التشكيلي واحد اضافه في 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 في, في البلاد ديالنا اللي محتاجه مثل هذه الثقافه، وحتى الشباب زادوا من الاضافه ديال هذا الورش وهذا المعرض اللي فعلا عنده واحد الميزه مهمه جدا. وحنا مني كان الوفد زيار للمدينة وزاروا العرض ديالنا، هذا شيء كيشرفنا وكيشرف كثير الثقافة التشكيلية.